دعنا يعني دعونا نتحدث بشيء من التفصيل عما جاء من كلمات في هذه الجلسة. ومعنا على الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، يعني تحياتي لحضرتك. تحياتي لحضرتك يا فندم، وتحياتي لكل السادة المشاهدين. أستاذ جمال، بالتأكيد تابعت هذه الجلسة من قمة السلام، قمة القاهرة للسلام التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. أولا، تعليقك بشكل إجمالي على الكلمات التي ألقيت خلال هذه الجلسة. يمكن اليوم القاهرة في الحقيقة بتسمع قرار السلام وبتوخذ الضمير العالمي من خلال هذه القمة. في واقع الأمر يمكن هذه القمة بتأتي في توقيت بالغ الأهمية، وحرص الدولة المصرية على إقامة هذه القمة في هذا التوقيت يؤكد أنها بتعمل على كافة المحاور لإنقاذ القضية الفلسطينية، سواء المحور السياسي أو الدبلوماسي، بشكل جيد وفعال وأيضا بأدوات جديدة ومبتكرة. في الحقيقة الكلمات اليوم كانت يعني زي ما حضرتك ذكرتي تنقسم الى شقين، الشق العربي والشق ايضا الخاص بالجانب الاوروبي، وايضا هناك شق اخر من الممكن ان يعني نصفه بالشق الثالث، وهو الخاص بالمنظومه الامميه وجامعه الدول العربيه وايضا الاتحاد الافريقي. وبالتالي اذا تحدثنا في البدايه عن الشق العربي، فطبعا جاءت كلمة مصر في مقدمة هذه الكلمات. في الحقيقة أن كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت في غاية الأهمية، بل محددة النقاط وصريحة وحاسمة، وتؤكد على الثوابت المصرية في نقاط محددة أهمها. طبعا في البداية يمكن السيد الرئيس حتى قبل أن يتطرق لهذه النقاط حاول إيقاظ الضمير العالمي بوضع بعض التساؤلات عن القيم الحضارية والقيم الإنسانية وقيم حقوق الإنسان، وهذا كان مهما لأيضا لفت انتباه المجتمع الدولي لعدالة القضية أيضا. ثم انتقل السيد الرئيس للنقاط ذات الأولوية للدولة المصرية الآن على صعيد العمل في هذه القضية، سواء فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والدور المصري في هذا الأمر، ويعني أهمية وقف التصعيد وخفض التصعيد الآن لمساعدة إيجاد مسارات إنسانية لإيصال المساعدات لأهلنا في قطاع غزة. ثم تحدث السيد الرئيس أيضا عن نقطة مهمة للغاية بتعد أحد أولويات أيضا الاهتمام المصري، وهي المتعلقة برفض التهجير إلى سيناء. والسيد الرئيس هنا تحدث الحقيقة كما يتحدث دوما بشكل واضح وحاسم في هذه القضية، يوضح أن هذا الأمر خط أحمر بالنسبة للدولة المصرية، يحدد أن تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض بالنسبة للدولة المصرية، بل أن الدولة المصرية سوف تعمل لإنقاذ هذه القضية. يمكن هنا جاءت جملة في الحقيقة معبرة، يعني يمكن الجميع توقف عندها حينما تحدث السيد الرئيس بشكل واضح أن تصفية القضية الفلسطينية لن يحدث ولن يحدث على حساب مصر. ويمكن هذه الجملة التي شهدت حتى ردود فعل في الشارع المصري كبير جدا، ورأيناها يعني الجميع من رواد التواصل الاجتماعي يتداولها على موقع التواصل الاجتماعي الآن، والجميع يعني يتحدث بها الآن. هي جملة معبرة عن الوجدان المصري ويعني ضمير الدولة المصرية والعقيدة المصرية، سواء على الصعيد السياسي أو الصعيد الشعبي. يعني الجميع يرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية، والجميع أيضا يرفض أن تكون تصفية للقضية الفلسطينية على حساب الدولة المصرية. يعني ربما أهم ما اتسم به خطاب السيد الرئيس أو كلمته في هذه القمة هو الوضوح الشديد، وضوح الألفاظ والعبارات ووضوح الفكرة. حين يتحدث الرئيس عن إدانة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، حين يتحدث عن اختبار يعني إنسانيتنا في هذه القضية، حين يتحدث عن رفض مصر التام لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، موقف واضح، موقف مصري واضح وقوي أمام موقف غربي أوروبي أو أمريكي، يعني يتضح من خلال يعني تقديم دعم بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الجانب الإسرائيلي. كيف ترى على يعني صعيد آخر المواقف الأوروبية والغربية من خلال الكلمات التي استمعنا إليها دعما لإسرائيل في هذه القضية؟
يمكن بالتأكيد الكلمات الأوروبية كانت متوقعة، يعني الجميع يدرك الانحياز الغربي المطلق للجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم يكن هناك مفاجأة من كلمات يعني القادة الأوروبيين اليوم، بل الجميع يتوقعها. يعني هناك قناعة أوروبية بوجهة النظر الإسرائيلية، وفقط يحاولون نوعا ما مسك العصا من المنتصف في بعض النقاط الإنسانية، حتى يحاولوا يعني تجميل الصورة، وحتى لا تسقط عنهم يعني ورقة الصوت الأخيرة المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها من مفاهيم يعني كانوا يروجون لها طوال الفترة الماضية والعقود الماضية. ولكن في الحقيقة أيضا المجتمع الدولي الآن أصبح خاصة المجتمع العربي، هنا أتحدث عن المجتمع العربي والأفريقي والدول النامية، أصبحت تدرك أن هذه المفاهيم أصبحت مفاهيم كانت فقط يتم الترويج لها من أجل أغراض سياسية ومن أجل أغراض لتحقق بعض النفوذ لهذه الدول. ولكن عندما نتحدث عن الضمير وعن إيقاظ الضمير العالمي، فنجد هذا في كلمات زي مصر، الأردن، في حقيقة كلمة العراق أيضا كانت كلمة في غاية الأهمية، كلمة أيضا ليبيا وغيرها. تركيا كانت أيضا كلمة قوية، موقف تركي قوي أيضا داعم للقضية الفلسطينية. أسألك أستاذ جمال أيضا عن يعني ما أجمع عليه الجميع من فكرة إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة، أهمية إيصال المساعدات بشكل فوري وبشكل مستمر ودون شروط. لم يكن هناك حديث عن آلية لإيصال هذه المساعدات، هل تتوقع أنه خلال التشاور في الفترة المقبلة خلال المؤتمر اليوم يتم الوصول إلى آلية يضغط بها على الجانب الإسرائيلي لإيصال المساعدات بشكل دائم ومستمر للجانب الفلسطيني؟ يمكن أحد أهم أهداف قمة القاهرة للسلام هو تحقيق مسار مستدام لإيصال المساعدات لقطاع غزة، وبالتالي بالتأكيد يعني هذه القمة من أحد أهدافها هو تحقيق يعني مسار مستدام لإيصال المساعدات، وبالتالي أتوقع بالفعل أن يكون هناك مشاورات في الاجتماعات المغلقة ما بين القادة فيما يتعلق بالضغط على الجانب الإسرائيلي لضمان وقف إطلاق نار أو خفض التصعيد أو تحديد مسار إنساني من ممكن أن يكون برعاية أممية أو يعني بأي شكل ما. ولكن هذا الهدف يجب الوصول إليه، وأعتقد أن القيادة السياسية المصرية بتولي هذا الهدف اهتمام كبير جدا. عشان كده حتى في مقدمة كلمة السيد الرئيس تحدث السيد الرئيس عن أهمية المساعدات، وفي الحقيقة أن النظرة هنا للمساعدات الإنسانية ليس من قبيل الرفاهية، ولكن الفكرة كلها هذه المساعدات مرتبطة بالأهداف الأخرى المتعلقة بعدم التهجير وعدم تصفية القضية الفلسطينية، لأن مساعدة الشعب الفلسطيني على البقاء على أرضه والصمود يحتاج فيها إلى الإعانة الغذائية والطبية والصحية وشربة الماء. يعني كيف لا أستاذ جمال، مساعدات إنسانية أيضا بدون وقود لتشغيل المستشفيات فهو يمثل خطرا حقيقيا على الجرحى، فهو يعني تقديم مساعدات مشروطة سواء من نوعية من حيث النوعية ومن حيث الاستهداف أماكن وصول المساعدات إلى منطقة دون أخرى، يعني كيف يمكن لنا أن نضع شروطا لإيصال مساعدات إنسانية للشعب يعني يعاني من كل مقومات الحياة؟ يمكن هذه ليست شروطا ولكنها خيار يضع المواطن في قطاع غزة بين الخيار بين الموت جوعا وعطشا أو جرحا أو الموت بالقصف والرصاص، وهذا أمر بشع في الحقيقة. يمكن أن نشترط نوعية المساعدات وأن نحدد نوعية المساعدات وأن يتم يعني الحديث عن ماذا يتم إيصاله للجانب الفلسطيني، يعني شعب مجروح لا ليس لديه الماء، ليس لديه الغذاء، ليس لديه الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات. يمكن بنستمع لكيف الآن يحدث نوع من أنواع حتى إجراء العمليات الجراحية بدون تخدير، الأمر صعب للغاية، يعني الأمر مأساوي، وبالتالي لا يمكن الحديث عن يعني كيفية وصول المساعدات أو رفاهية وصول المساعدات. هذا هدف يجب الإجماع عليه. هذا ما سنتابعه، ونتمنى أن نصل إلى يعني آلية واضحة من خلال مشاورات الحاضرين في قمة القاهرة للسلام. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.